الفنانة سلاف وخرجي توضح تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها أثناء تصويرها مسلسل عنبر 6. تصدر اسم الفنانة سلاف وخرجي قائمة الترند بعد انتشار أخبار تؤكد فقدانها النظر خلال تصويرها أحد مشاهدها في مسلسل عنبر 6 الذي طرح أولى حلقاته هذا الأسبوع. وفي التفاصيل أوضحت فواخرجي أن قطعة من ديكور السقف المستعار سقطت على عينها مما أفقدها النظر لمدة ساعة كاملة، فنزفت من يديها ووجهها وكانت ترى كل ما حولها باللون الأبيض. لكنها وفي السياق أكدت من خلال منشور لها أنها باتت بحال أفضل واستعادت عافيتها ونظرها، مطمئنة بذلك جمهورها. وأشارت إلى أن أثر الحادث كان كبيراً على حالتها النفسية وأنه ترك جرحاً كبيراً لا تزال تعالجه حتى الساعة، لكنه يهون أمام ما كان سيحصل لو استمر فقدانها نظرها، شاكرة المتابعين والأصدقاء الذين أعربوا عن حبهم لها من خلال لهفتهم وأسئلتهم عن صحتها فور معرفتهم بالخبر. وأوضحت أنها تحفظت والشركة المنتجة عن إعلان الأمر حينها، لكنها اضطرت لتوضيحه حين سئلت عنه في لقاء أجرته مؤخراً، وافترضت أن يكون أحد العاملين في المسلسل هو من سرب الخبر. ووجهت اللوم إلى بعض المواقع الإخبارية التي عنونت الخبر بما يلفت نظر القراء، مشيرة إلى أن هذا التصرف مؤذٍ لصاحب القصة ولمن حوله. تفاعل الجمهور مع منشورها بعبارات طلب لها فيها الشفاء الكلي باستثناء البعض الذي اعتبر أن تأخير إعلان الأمر كان حيلة من شركة الإنتاج لتسويق المسلسل.